سؤال بالنسبة لفئتين من الشعب، فئة تركية وفئة أخرى ضيافة على تركيا، السوريين والأكراد. يعني لما عرضوا زمايلنا، بس لو علي عرض لنا الخريطة، الأطراف في الخريطة التركية في الانتخابات ذهبت إلى أحزاب أخرى وليس إلى حزب العدالة والتنمية. ماذا تعني هذه الخريطة؟ يعني علي لو سمحت بس أعرضها لنا كده، خريطة هتجد الأطراف للتركية تأكلت تماما أو خرجت من تحت ذراع أو من تحت إدارة حزب العدالة والتنمية. قراءتك يا دكتور عبد المطلب لهذه الخريطة ماذا تعني؟ يعني كما تعرفون تركيا الآن يعني بعد الانقلاب العسكري الذي يعني تم عليها من قبل الكيان الموازي، وطبعا يعني هناك جبهة داخلية تركية تعاني من هذا محاربة كيان موازي، وهناك أيضا يعني خلاء إرهابية في شرق جنوب تركيا، حزب العمال كردستان نسميه في الحقيقة. يعني تركيا تحارب هؤلاء منذ 40 سنة. الخريطة هي؟ نعم. بص، الأطراف كلها نعم تأكلت تماما، يعني كل تقريبا يعني تقريبا وليس كلها يعني نعم، يعني الأطراف الغربية كلها نعم بالأحمر، الأطراف الشرقية كلها مهم. ما فيهاش غير ولاية واحدة لحزب العدالة والتنمية، الأطراف الشمالية حزب العدالة والتنمية الأغلب، الأطراف الجنوبية حزب العدالة والتنمية ضعيف. ماذا تعني يعني؟ الأطراف الجنوبية ما نسميها لا حدود بالبحر، بحرية كل هذا، في الحقيقة هذه المدن كلها مدن سواحلية، مدن سياحية، ومن السابق كان يسكن فيها العلمانيين، اليساريين، الأتراك البيضاء نسميه. لا يعني أنا اشرح لي عشان بس المواطن في مصر يعرف. يعني دكتور عبد المطلب تفضل، يعني أنت عايز تقول الأطراف دي كلها على البحر؟ نعم. أو ساحلية؟ نعم نعم. فهي قائمة بالأساس على السياح، كلها مدن سياحية، ولذلك يعيش فيها المواطنون في الحقيقة يعني طابع اليساري، طابع علماني، أو نسميه غير ملتزم الديني في الحقيقة نستطيع أن نقول. لذلك هؤلاء كل ساكنين سياحيين يعني في طراز يعني علمانيين وأغنياء، لذلك هذه المدن في الحقيقة دائما تكون تحت سيطرة حزب الجمهوري هذا الديمقراطي اليساريين، وهذا لم يتغير، دائما هذا موجود في تركيا. يعني برافو عليه حزب العدالة والتنمية أنه أخذ 3 ولايات. نعم، هؤلاء ليسوا مدن طبعا سواحلية، لذلك هي مدن في الحقيقة أناضول نسميها، لذلك يغلب فيها الجانب الديني تماما، لذلك نحن نرى أن كل هذه المدن أناضول نسميها، ولذلك هي تحت سيطرة حزب العدالة والتنمية وهي تفوز دائما. طيب ده بالنسبة للجنوبية أنها مناطق سياحية قايمة على السياحة وأغنياء وعلمانيين، وبالتالي مش عايزين أي مظهر إسلامي. نعم نعم نعم. طيب وبالنسبة للشرقية؟ ونفس الشيء أيضا، الغربية قصدي، ونفس الشيء أيضا، هي نفس هذه المدن في الحقيقة أيضا سواحلية على البحر، وهي كل مناطق سياحية ويغلب عليها دائما يعني السواح من روسيا، ألمانيا، كل العالم تقلها هنا، لذلك أيضا هؤلاء نفس الشيء يساريين. وده دائما دكتور عبد المطلب في دايماً كل انتخابات الأطراف دي مش مع حزب العدالة. نعم نعم، هذا دائما مسيطر. طب وهنا الأطراف الشمالية؟ وهذه المنطقة أيضا نفس الشيء، أنا نسميه الجزء الأوروبي في تركيا، هذه كل مدن متأثرة من دول البلقان والأوروبا بشكل نعم، لذلك نوعا ما قريبين الثقافة الغربية اليسارية أيضا، وهذا أيضا. لكن لما نأتي إلى هنا الشمال، الشمال طبعا حزب العدالة والتنمية تماما، هذا دائما مسيطرين. مش دي حدود بحرية برضو ولا هي حدود دولية؟ بس ليس هناك الإقبال لهذه المناطق من حيث السياحة، السياحة تكون إلى الجنوب ليس إلى الشمال، هذه المناطق يعني باردة شوية، باردة والجو هي غير مناسبة للسياحة ومطرية، لذلك تكون السياحة دائما لهذه المدن وتكون مرجحة. الأغنياء لا يسكنون هنا لأن الجو في الحقيقة الإقليم هذا غير مناسب للسكن. طيب والمناطق الحدود الشرقية؟ وهذه المناطق كما نعرف هي مناطق في الحقيقة يسيطر فيها الأكراد، أكراد، لذلك أنا نلاحظ تماما منطقة كردية كردية وكردية كردية كردية، لذلك هذه أماكن حزب الكردي هذا قومي هم الذين دائما يفوزون. لكن ماذا حقق حزب العدالة والتنمية هذه المرة؟ يعني مدينة كهنة قوية جدا، أغرى هذا نسميه، كانت تحت سيطرة الحزب القومي الكردي، الآن هذه المرة حزب العدالة يعني حقق النصر فيها، نصر كاسحا يعني هنا. وأيضا هذه المناطق أيضا في الداخل أحيانا هذه كانت تحت سيطرة، وهذه خاصة هي حدود العراق، وحزب العمال دائما يدخل من هنا في يتسربون،
والشرناق مسميه، يعني حقق نصرا في الحقيقه مفاجئ تماما. طيب بس الاكراد احيانا بيزعلوا يا دكتور عبد المطلب ويقولوا يا استاذ ويسل انه احنا برضو اتراك، يعني الاكراد بيزعلوا من فكره الفصل دي، انك بتعتبرهم مجرد اكراد على حدود كرديه لكنهم اتراك. يعني في الحقيقه هذه المناطق متشدده تماما من حيث القوميه الكرديه، وغالبا هم يؤيدون الافكار الكرديه المتشدده التي هي تقوى دائما تمشي مع حزب العمال الكردستاني. لذلك نسمي هذه المناطق متشدده في الفكره القوميه الكرديه، لذلك هي دائما يعني معارضه للحكومه التركيه، ولم نشاهد الفوز حزب العداله في هذه المناطق الا هذه المفاجاه المره الاولى تقريبا تحقق فيها النصر، يعني هنا هذه مدينه الشرناق. وانا بحثت عن هذه المنطقه، لماذا هذه المره في شرناق يعني تم النصر فيه؟ في الحقيقه هذه المنطقه يعني كان هناك الاصابه في ترشيح في الحقيقه رجل اعمال قوي جدا، وهو قد يعني بنى هناك المشاريع كبيره جدا، وحيث هي دي نتيجتها يا دكتور. نعم. دي نتيجتها لما نضغط على دي نتيجه الاكبرتي واخد 61%، مش كده يا فندم؟ نعم. يعني ما شاء الله. نعم. ده رقم. نعم. كبير. نعم. قوي. نعم. نعم. ده اكتساح جدا جدا يعني. نعم. هذا شرناك وجه ايه دكتور أستاذ؟ هذا هو شرناك. اه 61%. 61%. نعم. الاكبرتي يعني دائما كان اكبرتي كان حزب هذا حزب القوم التركي كان ياخذ 80%. ياه 80% كان ياخذ اصوات، هذه المره تراجع الى 35، وحزب العداله كان بالعكس يعني في 10 و 15 اكثر شيء، بالعكس هذه المره صار في الحقيقه مفاجئ تماما، وهذا بسبب ترشح او ترشيح رجل اعمال. رجل اعمال بعدين في الحقيقه يعني قدم حكومه قدم هناك خدمات يعني حيث مجمعات اللي بالرمادي ده الانتخابات اللي فاتت بيقولوا لي دي دي كده الانتخابات. نعم. اللي فاتت. نعم نعم. يعني هذه مفاجاه جدا بالنسبه لحزب العداله والتنميه، وايضا مدينه اخرى. يعني يعني قصدك تقول ان ده اكبرتي زمان، اكبرتي دلوقتي بس هذا ثاني. نعم. الاكبرتي دلوقتي خد 61% ماشي. نعم. الاكبرتي زمان كان بياخد 29% اقل، حتى 15 و20. لا هو في 2014 اهو خد 28 و29 صحيح اهو في 2014 اخد 29. الحزب ده كان واخد 35 دلوقتي، كان زمان بياخد 59. نعم. بالعكس صار التوازن. تمام. يعني تمام. هذا بمعنى ماذا نفهم؟ يعني لا توجد مفاجأة إلا في الولاية دي. لا في أيضا هنا هذه الولاية أيضا، هذه أغرى. أغرى؟ أغرى هذه أيضا ما شاء الله. أغرى أهو خد 55. نعم. وزمان خد 45. نعم لكن هذا بالعكس هذا. ده كان زمان بياخد 45، النهارده خد 45، النهارده خد. نعم. 37. يعني خسر هؤلاء في أيضا مدينة أخرى، يعني بعض المدن ثلاث أربع مدن في شرق تركيا الآن. لكن يعني دكتور عبد المطلب النتائج دي طبيعية في كل الانتخابات. هذه طبيعية. طبيعية تماما تقريبا يعني 80% طبيعية، هذه مدن سواحلية بسبب وجود هنا سياحة، سياحة. رجال أعمال عنصر السياحة قائم عليه بشكل، وبالتالي المظاهر الإسلامية مش موجودة، والمسلمين يبتعدون عن هذه المناطق بشكل عام لأن فيها مظاهر في الحقيقة غير إسلامية، والمسلم ملتزم يعني يواجه العيش في هذه المناطق لذلك يبتعد. وأيضا طيب. أغنياء هم ساكنين منذ القدم، هم جالسين. طيب اتفضل دكتور.